السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع. لماذا تضاءل التفاؤل الشباب العربي للديمقراطية بحسب بعض استطلاعات الرأي؟ وهل ما زال العرب يؤمنون بالديمقراطية أنموذجا لترسيخ الاستقرار السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ وما النظام السياسي الذي يرى الشباب العربي أنه يناسب بلدانهم؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام سنناقشها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب بعنوان هل فقد الشباب العربي الثقة بالديمقراطية؟ نبدأ حديث العرب بعد فاصل قصير. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب التي تتحدث ونطرح تساؤلا فيها هل فقد الشباب العربي الثقة بالديمقراطية؟ نرحب بضيفينا في الاستوديو السيد دكتور عادل مسني الباحث في العلاقات الدولية، مرحبا بك دكتور عادل. كذلك نرحب بالسيدة رضا أبو بودراع الباحث السياسي الجزائري، مرحبا بك أستاذ رضا. أهلا وسهلا بك. نبدأ منك دكتور رضا أو سيد رضا، برأيك إلى أي مدى يمكننا القول بأن فكرة الديمقراطية بصفتها آلية حكم سياسية يعني لم تحظى بشعبية بين الشباب العربي؟ نعم، نحن نعيش مرحلة انهيار كل المسلمات، المرحلة التي مضت وهي متعلقة بالإيديولوجيات التي أنشئت قبل قرنين من الزمان. هناك إيديولوجيات كالاشتراكية والليبرالية والديمقراطية ولدت أفكارا، تلك الأفكار أنتجت سلطة والسلطة أنتجت نموذجا للحكم، أدارت العالم بطريقة ما عن طريق أقطاب ثم عن طريق قطبين ثم عن طريق القطب الواحد ثم انهيار الآن القطب الواحد والذهاب إلى منطقة جديدة من تاريخ البشرية وأسلوب القيادة ونموذج الحكم. طبيعة الحال عند انهيار النماذج الحكم تنهار بالضرورة معها مسلمات الأفكار التي أنشئت على ضوئها تلك النماذج، من بينها الديمقراطية. الآن الديمقراطية تتهاوى كفكرة أمام الشارع العربي والإسلامي، لا زالت قائمة في دولها، في دول الغربية، لأنه هناك أساسيات الحرية، أساسيات الخدمة لا زالت قائمة. لكن عندما رأى الإنسان العربي والإسلامي أنه يمكن لهذا النموذج أن يحقق له الحرية، يحقق له الكرامة، يحقق له حرية التعبير، حقوق الإنسان، اعتنقه وآمن بتلك الفكرة وأراد أن ينتهج النهج الغربي في تطبيقها. ولكن اصطدم مع الواقع أن العالم تقوده عصابة مهيمنة يدير مقاطعاته الخاصة بلدانه بالديمقراطية لكنها مرفوضة في العالم الإسلامي لأنها سوف تهدد مصادر الثروة التي تتيح ذلك العيش الرغد، ذلك المستوى من الحريات، ذلك المستوى من المتقدم في بلدانه الأصلية. طيب هل هذا فهي يعني مقبولة عندهم مرفوضة عندنا، وقد وقعها ذلك توقيعا رسميا الأحداث الأخيرة. سأعود إليك لكي تستفيض أيضا سيد رضا. دكتور عادل كما تفضل السيد رضا، يعني هل نفهم من كلامه هل هذا يعني أن الشباب العربي قطع علاقته بالديمقراطية قبل أن تبدأ برأيك؟ بالعكس، أنا في تصوري أن مشكلة الديمقراطية تكمن في غيابها في المنطقة العربية. كانت هناك أنظمة استبدادية تفرض هذا الاستبداد على المجتمع العربي بقوة السلاح وترتكز بشكل أساسي على ترسيخ مبادئ القوم والفزع في المجتمع العربي. أعتقد أنه مسيرة النضال تراكمية في المنطقة العربية، هناك العالم كله يعيش أجواء من الديمقراطية زحفت هذه الأفكار إلى المنطقة العربية خلال فترات تقريبا خمس عقود وبالتالي خمسة عقود، وبالتالي أصبح هذا الفكر ناضجا في المنطقة العربية بما فرض أجندات ثورة الربيع العربي التي حاولت أن تغير هذا الواقع المزري، فاصطدمت بهذه البنى الدكتاتورية في المنطقة فاندلعت هذه الثورات العربية. وبالتالي يعني بوادرها كانت موجودة منذ خمسة عقود كما تقول.
بلا شك كانت هذه الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية هي المهيمنة على الواقع العربي، وكانت قلنا ترتكز على إشاعة الخوف والفزع والرعب. نجح الشباب العربي في كسر هذه الحلقة، حلقة الخوف، ونحن الآن نواجه الدكتاتورية نواجه لواجه والأنظمة الاستبدادية، وبدأت مسيرة الحرية تتدحرج في هذه المنطقة العربية. بلا شك أن هناك أثمان وثمن باهظ وتضحية تسير بهذا الطريق، وهذه ونحن في الطريق الصحيح التي سارت في الأمم السابقة والتي دفعت مثلنا أضعاف وأضعاف من التضحيات. وبالتالي أعتقد أن الشباب العربي هو في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى المستقبل المشرق وإلى المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، ونحن الآن ندفع ثمن هذا الطريق. بعد هذا الاستهلال إذن مشاهدينا الكرام لنشاهد هذا التقرير ثم نعود إلى مناقشة حديث العرب من جديد. بنى عليها رب الشعب التونسي، بنى عليها رب، بنى عليها رب. الديمقراطية حلم طالما راود الكثيرين في العالم العربي طوال عقود طويلة سيطرت فيها أنظمة حكم تمثل فردا أو أسرة حاكمة، بل كان الحكم في بعض الدول حكرا على أبناء المؤسسة العسكرية فقط، الأمر الذي انتشر معه الفساد والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان. ثورات الربيع العربي بدت أمام الشعوب طوقاً للنجاة من كل ذلك، فهتف الثوار في الميادين طلباً للحرية التي تمثل إحدى أهم خصائص الديمقراطية، غير أن ما لحق بتلك الثورات من انتكاسات وهزائم على أيدي الثورات المضادة وامتلاك الأنظمة القديمة زمام المبادرة مرة أخرى، كل ذلك كان له بالغ الأثر على نفوس الشباب العربي، فأكثر استطلاعات الرأي تؤشر إلى تضاؤل حالة التفاؤل التي كانت سائدة قبل نحو 7 سنوات، كما أن الشباب بات متشككاً في إمكانية نجاح النظم الديمقراطية في المنطقة، بل إن البعض بات يناقش ما إذا كان أفضل حالاً في ظل النظم الدكتاتورية. مع ذلك فإن محللين يرون سابقاً لأوانه الحكم بالفشل على ثورات الربيع العربي، فالأمر ربما يستغرق عقداً أو عقدين من الزمن شداً وجذباً بين الثورة والثورة المضادة، ومن ثم فبناء نظام ديمقراطي يتطلب التغلب على معوقات تتعلق بالثقافة المجتمعية، وكذلك التغلب على واقع التشابك في العلاقات الإقليمية والدولية القائمة على دعم نظم الحكم القديمة وإحباط أي محاولة شبابية للخروج من أسر النظام العربي القديم بما يحمله من إرث ثقيل من الفساد والاستبداد. الديمقراطية إذن كانت ولم تزل مطلباً للشعوب العربية بقدر ما تمثله من ضمانات للحرية والعدالة الاجتماعية، غير أن السبيل إلى تحقيق ذلك قد يتطلب جهداً وصبراً متواصلاً، فهل يتقن العرب ذلك؟ نعود من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من حديث العرب تحت عنوان لماذا تضاءل تفاؤل الشباب العربي للديمقراطية بحسب استطلاعات الرأي، هل فقد الشباب العربي هذه الثقة بالديمقراطية؟ مشاهدينا الكرام نعود إلى ضيفينا الكريمين، ونعود إلى أستاذ رضا أبو ذراع الباحث السياسي الجزائري. كما شاهدنا في هذه التقرير أستاذ رضا، برأيك ما الأسباب التي أفضت إلى تراجع شعبية الديمقراطية لدى الشباب العربي عموما؟ نعم، هي هناك أغلبها أسباب من 3 أهمها. هناك أسباب فكرية متعلقة بالفكرة تماما، بالديمقراطية نفسها، وأثبتت كسادها، يعني خلاص استنفذت حيويتها والآن هي نحو الإضمحلالي، وكما سبق من الأفكار كالشيوعية وغيرها. هناك السبب الثاني هو سبب استبدادي، النظم الاستبدادية لا تستطيع أن تعيش في جو من الحريات والديمقراطية وكذا، مستحيل، فلابد من قمع أي تطلع نحو خيار ديمقراطي على ما فيه من عيوب. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا هو الوضع الدولي المهيمن، يعني نحن في أكثر من 100 سنة والعالم يدار بالقوة، هو الإدارة بالعصا وبعض الجزر، يعني مش حتى جزرة كاملة، بعض الجزر،
فاكتشف الشارع العربي الإسلامي أن العالم يدور بالقوة، أنه ليس هناك كلام للأفكار للفكرة المجردة، أنه الطيبة والمسلمات السلمية وكذا والحق إذا ما كان عنده قوة تحميه لن يستطيع أن يتجسد على أرض الواقع. كشف الخدعة بعد انفكاك الاحتلال والانتداب. نعم نعم، هو كشفت عنه حجب وعقد السحر، فاكتشف عقدة الدولة الكاذبة أنها في النهاية ليست دولته هو يعني، ولكنها دولة مسيطرة تضمن خراجه للمركز المهيمن من في القوة الدولية. اكتشف عقدة الكذب على المصطلحات والحريات وكذا، وأنه هذا الأمر ليس متعلق به، إنما متعلق بغيره، بالسيد الذي يحكم وليس بأنت، أنت مسود وليس سيدا، بعد اتفاقية سيكسبيكو المئوية وغيرها. نعم. واكتشف أيضا أنه مجبر أن يكسر كل تلك القيود. فعندما نقول أن الشباب العربي الإسلامي محبط ويعني أصبح لا يثق ولا يؤمن بالديمقراطية، هذا نتاج وعي، هذا نتاج تقدم فكري عظيم جدا سوف يعقبه تولد أفكار جديدة، تلك الأفكار الجديدة سوف يعقبها تولد سلطة، تلك السلطة سواء على مستوى الفصائل القبائل الدولة بالضرورة سوف تنتج نموذج حكم، سوف تنتج نموذج إدارة خارج نموذج الهيمنة. فنحن كما أشار الأستاذ في الطريق الصحيح، في مرحلة التمكين يعني، لا لسه بصراحة نحن في مرحلة الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة تدافع الأفكار، تدافع المشاريع، تدافع القوى. سوف نصل إن شاء الله إلى مرحلة التمكين. نعم إلى جيل التمكين، وربما نفس الجيل هو الذي يحقق الطفرة. نحن موعودون، أمة موعودة بالنصر، ولكن موعودة أيضا بالعمل إن عملنا، يعني نصر المشروط بالعمل والتوكل على الله والإخلاص في عمل. يعني أختم بكلامي أننا نحن أمام الطريق الصحيح، لابد يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال التفكير بالعودة إلى الوراء، لأنه هو العودة إلى حكمة العبودية الخالصة. من هنا دكتور عادل بسني، ألم تلعب الدول الديمقراطية الكبرى وهي من صنع الديمقراطية في بلدانها، ألم تلعب دورا حاسما في فقدان الشباب العربي هذه الديمقراطية في بلدانهم؟ لا شك، أعتقد أنه جزء من الإشكال يكمن في يعني لدى تضاؤل الحس الديمقراطي لدى الشعب العربي أو الشباب العربي هو في هذه الانتكاسة. حقا كنا نعول كشباب عربي وأيضا كثورات ربيع عربية أن الأنظمة الغربية التي روجت للديمقراطية كثيرا في بلداننا كنا نعول عليها ستكون سندا لنا في نضالنا ضد الأنظمة المستبدة والديكتاتورية، لكن انكشف الستار عن هذا عن هذه الأنظمة بأنها انتقلت إلى المواجهة مباشرة لتطلعات الشعب العربي، فنجد أنها الآن تدخل مباشرة في دعم انقلابات في مصر واليمن ودعم الأنظمة الثورات المضادة وإنتاج أنظمة أكثر قمعا من الأنظمة القمعية السابقة، وبالتالي نحن أمام حقبة جديدة، أمام تطورات خطيرة جدا كشفت تماما. ما الهدف برأيك؟ لماذا لا تريد هذه الدول الكبرى تفشي وحصول هذه الديمقراطية في الدول في دولنا؟ لا شك أن لها مصالح كبيرة جدا. نحن في منطقة الشرق الأوسط نشكل سوق، أهم سوق لمنتجات الغرب، وبالتالي الغرب يريد هذه المنطقة أن تبقى سوقا فقط لمنتجاته، وبالتالي هو غير مستقر وغير الخلاقة كما قالت، ويرفض أي نظام توجهي في هذه البلدان. أعتقد أنه ثورات الربيع العربي أثارت فزعا كبيرا في العالم بهذا الزخم العالي التي تهاوت فيه أنظمة الاستبداد التي كان يعتمد عليها الأنظمة الغربية تعتمد عليها في حماية مصالحها وثرواتها في المنطقة العربية. أعتقد أنه الانتفاضة الكبيرة للشعب العربي وهذا الوعي الكبير أيضا بالمسار الديمقراطي التي ترسخ لدى الشارع العربي ورأى بأنه هو الطريق الوحيد أيضا للتعبير عن حقوقه وأمنه واستقراره وأيضا خيار المستقبل، وبالتالي أعتقد أنه ناضل من أجل هذا. النضال كان تراكمي، قلنا خلال فترة 50 عاما استطاعت أن تتغلغل هذه الأفكار إلى المنطقة العربية، فبدأت أيضا توجد بيئة خصبة للتغيير، فانطلقت أيضا مسيرة التغيير وتكسرت أمامها كل هذه الأنظمة الاستبدادية، وبدأت أيضا ونجحت حقيقة في كسر هذه الأنظمة، ونجحت أيضا فيما بعد هذه الأنظمة في محاولة انتخابات نجحت ولو نجاح بسيط. نعم. يعني فتدخلنا. نعم. فشاهدنا الآن مرحلة تدخل مباشر من
دول الغرب وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية ودعم وأيضا الأنظمة الشمولية في المنطقة العربية التي لا يسرها هذا النمط من التغيير في المنطقة العربية. وبالتالي الآن نشهد صراع مباشر ما بين الأنظمة الثورات المضادة والثورات، ونحن ندفع الثمن في هذا الطريق. وأعتقد كما قلنا نحن في الطريق الصحيح طالما نحن أيضا نسير في طريق أيضا تجسيد هذه التطلعات وندفع ثمنها أيضا تضحية، وبالتالي نسير في نفس الطريق التي سارت فيه أوروبا قبل 3 قرون ووصلت إلى مجتمع الرخاء اليوم. نعم سيد رضا، يعني ربما تتفق أن الديمقراطية الآن ما زالت يعني مجرد فكرة براقة متقدة لدى الشباب العربي، ولكن الأحداث وهذا القمع في وأد الحراك الشعبي والثورات ربما يعني اجتر هذه الفكرة البراقة في ظل الأوضاع الراهنة. هل خبت هذه الفكرة لدى الشعوب أم بالعكس تتقد يعني يوما ما؟ دعني أركز أنه ما يحدث الآن في العالم ليس متعلق بالديمقراطية أساسا، إنما هي فكرة ونموذج ولا ذا نموذج حكم. نعم. الآن العالم كله ماضي إلى الصراع على القيادة الكلية، من سيقود العالم في 150-200 سنة القادمة. نعم. الأمة الوحيدة التي تملك أدوات القيادة ووسائلها هي الأمة الإسلامية الممتدة ديموغرافيا، ولكن الواقع اليوم أين الأمة الإسلامية الآن؟ ما جايك. نعم. تفضل. أنت تتكلم عن أمة إسلامية كدول. لا أنا أتكلم لك على الامتداد الديمغرافي الشعبي. نعم. موجود حتى وإن زالت الدولة تبقى الشعوب تبقى. نعم. الأرض. نعم. صح؟ نعم. فلا نلغي الشعوب بذهاب الدولة. فسأتكلم من هذا المنطلق. طيب. لأنه هو المحدد يعني في الرؤية المستقبلية. طيب. يعني الدول رايحة لكن الإنسان باقي، الأرض باقي. نعم. ممتدة ديمغرافيا، منتشرة ديمغرافيا، ممتدة جغرافيا من المحيط للمحيط، يعني محاصرة كل الأرض اليابسة والبحر، وأيضا ممتدة حضاريا عمق تاريخي رهيب. هذه الأمة التي تمتلك هذه الوسائل مؤهلة للقيادة. لماذا الثورات العربية فسببت فزعا رهيبا لدى المنظومة الغربية؟ لأنها قادت العالم 300 سنة 200 سنة وهي تقوم بالهيمنة، خائفة الآن على ضياع القيادة بكساد وبوار الفكرة الديمقراطية وغيرها والاشتراكية والرأسمالية، كل أفكارهم سنفذت. نعم. ببوار الخلية الأولى التي يقوم عليها النظام الدولي، الدولة القطرية القومية الآن تتلاشى، العالم يفكر ما بعد الدولة القومية. ما عندهمش إجابة. نعم. الأمة الإسلامية تمتلك الإجابة. نحن قلنا العالم بنموذج حكم غير نموذج الدولة القومية. تريد أن تقول سيد رضا يعني كل حضارة تنمو وتصل إلى الذروة ثم تبدأ تتراجع حتى تهرم؟ أحسنت. وقد الحضارة الغربية الآن وصلت أحسنت. إلى هذه النهاية. أحسنت رائع. نعم. أنت يعني متابع معايا جدا. الآن أين يكمن الفزع عندهم؟ هم تحت الحكم دورة التاريخ لن يستطيعوا أن يهربوا منها. لكن يفكرون كل التفكير ويدرسون كل الدراسات حتى تكون السقطة غير قاتلة، وكيف يسقطون وأين يسقطون بحيث يحققون دورة صعود. لكن أمامهم أمة منافسة، أمة منافسة أيضا سقطت والآن تتمخض لتنتج أفكارا وقوة وعندها وسائل تريد الصعود. فعندنا منظومة حديدية مهيمنة نازلة، منظومة حضارية لم تمت صاعدة، سوف يكون نقطة الاصطدام مهولة. وهم يستعدون لها والأمة تصاغ لها على قدر بغير إرادة وغير قيادة، ولكن في النهاية سوف نصل إلى نقطة الاصطدام، وهذا ما نراه الآن. انهارت الدول، دول مستبدة ما استطاعت أن تحسم حراك الشعوب. تدخلت القوى الإقليمية ما استطاعت أن تحسم، انظر إلى الثورة اليمنية السورية العراقية. تدخلت القوى المهيمنة الكبرى بنفسها قدها وقديدها ودخلت وما استطاعت أن تحسم. لا زال حراك الشعوب على انتكاساته، على المآسي، على الصدمات، لا زال يريد أن ينتج حلا، لا زال يريد أن يعبر بنفسه بالجيل القادم من مرحلة الاستضعاف ويؤمن عبورا خالصا إلى مرحلة التدافع الذي يبني من خلاله تصورا إلى مرحلة التمكين. الآن نحن ماشيين على الطريق ولا تجد أي قوة. هم الآن بدراساتهم الغربية يقولون لحد الآن
قوتنا، دراستنا، أفكارنا، مشاريعنا، قيمنا، لا نستطيع أن نتصدى لهذا الصعود. أعطونا جوابا، أعطونا مسارا، نموذجا للحكم ما بعد الدولة القومية التي هي تعتبر أرقى ما وصل إليه النموذج والعقل الغربي. فهذه الأسئلة هي التي الهاجس الأكبر عندهم. هذا الصدام الآن بين الدول الكبرى كما يشير سيد رضا ربما يولد مستقبلا يعني اتقاد هذه الفكرة لدى الشعوب المسلمة والعربية، ولكن الواقع الآن يعني هناك حتى الآن من ينتقد هذه الديمقراطية ويرى أنها لا تصلح للشعب العربي الآن والمسلم بواقعه، ويعني يحتاج بدليل أنه لا توجد حتى الآن أي مؤسسة عربية تنتهج النظام الديمقراطي مثلا. صحيح، لكن أعتقد أن الديمقراطية أولا ليست لقاحا ضد الاستبداد والدكتاتورية بمجرد أن يعني يتغير بين يوم وليلة هذا الشعب، لكن ولا أيضا مؤامرة لاستلاب الثقافة والتقاليد والدين، ولكن أعتقد أنها مسيرة نضال، والشعب العربي الآن يناضل ويسير وفي هذا الطريق ويدفع أيضا التضحيات والثمن. أعتقد أنه نجح أيضا في كسر قلنا حلقة الاستبداد وفي التصدي أيضا لهذه المشاريع، وبدأ أيضا يفكر فيما بعد السقوط، وبدأ أيضا ينشئ انتخابات ويفوز. لكن لولا هذا التكالب الغربي وللأنظمة الشمولية في المنطقة العربية التي حاولت أيضا أن تعيد إنتاج الثورات المضادة، والصراع الآن محتدم ما بين إرادة الشعوب وتطلعاتها وما بين هذه الأنظمة المستبدة. نجحت نعم في بعض في مصر مثلا وغيرها، في بعض في مصر مثلا وشبه يعني انقلاب في اليمن، حاولت أن تعيد النظام السابق. لكن أعتقد أنه هذه الأنظمة مدعومة أيضا بهذه القوى الغربية غير قادرة على الإجابة على تساؤلات الشعب العربي. أعتقد أن الثورة العربية جاءت لانفجارات داخلية متعلقة أيضا بتراكمات الثقيلة للاستبداد السياسي والأوضاع الاقتصادية والتمييز الاجتماعي والتجهيل وغير ذلك، وبالتالي اعتقد أن هذه الأنظمة الثورات المضادة عادت لتكرس هذا الواقع من جديد. إذن الحاجة للتغيير قائمة، وبالتالي نحن أمام موجات تغيير عنيفة ستأتي في المستقبل، والشعب العربي يسير في هذا الطريق. أعتقد أن نحن نزحف إلى الديمقراطية زحفا لا يمكن لأي قوى أن توقفنا في هذا المسار المحتدم الآن، والتي ندفع فعلا على مدار 5 سنوات نحن في اليمن نخوض معركة ضروس، وقدمنا كثير من التضحيات ونسكب كل يوم الدماء من أجل هذه الأمنية ومن أجل هذه التطلعات. وأعتقد أن الشعب اليمني وغيره من الشعوب العربية متسلح بإرادة قوية ولديه طموح جبار. يعني هذا الحراك أربك المخططات الغربية برأيك، كما تعلم من الغرب يخطط حتى بعد مئوية ساكس بيكو يسعى إلى تقسيم المنطقة من جديد، هل أربك هذا الحراك الشعبي هذه المخططات بلا شك؟ الغرب مفلس، وحتى الأنظمة التي حاول إعادة إنتاجها في المنطقة مفلسة لأنها لا تمتلك إجابات. نعم هي تكرس نفس الواقع المأساوي الذي استمر الاستبدادي القمعي لدى الشعوب العربية، والشعوب العربية قد خرجت وعبرت عن إرادتها وهي تسير الآن وتدفع التضحيات والثمن بايضا من أجل التغيير. الصدام الآن ما بين إرادة التغيير التي تدعمها وتسندها إرادة شعب الآن يخوض بكل وضوح هذه المعركة، وما بين هذه الأنظمة الاستبدادية التي لا تمتلك جوابا، تريد أن تعيد إنتاج نفسها من جديد وتفرض القمع والاستبداد على الشعوب العربية. وأعتقد أن الغرب مفلس لأنه عاجز لا يستطيع أبدا أن يوجد بديل، ولم يعترف أيضا بإرادة الشعوب العربية وحاول أن يقمع تطلعاتها ويقف أمام طموحها في التغيير، وبالتالي من هنا يكمن الفشل ومن هنا تكمن الإشكالية. وأعتقد أن الشعب العربي سينتصر وإرادة الشعوب العربية ستنتصر، والشعوب لا تنكسر ولا تنهزم وإنما في النهاية تنتصر، وهذا قلنا طريق سيرورة التاريخ تسير في هذا الشكل، وكل الدول التي سارت في طريق التطور الديمقراطي سارت في نفس النهج ونحن في نفس النهج وندفع الثمر وسنصل إن شاء الله عبر. نعم سأخذ رأي أيضا سيد رضا أبو دناع، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل.
أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام في حديث العرب الذي نناقش فيه ونطرح تساؤلا حول إجابة عن وهو هل فقد الشباب العربي الثقة بالديمقراطية. أعود لضيفي وأرحب بهما من جديد، دكتور عادل مسني الباحث في العلاقة الدولية وسيد رضا بودراع الباحث السياسي الجزائري، مرحبا بكما. سيد رضا، كنا نتحدث قبل الفاصل مع دكتور عادل ويعني تحدثنا بأن ربما هذا الحراك الثوري الذي يسعى ويتطلع إلى الديمقراطية والذي بدأ قبل سنين ربما أربك المخططات الغربية، خصوصا بعد أو عند قرب انتهاء المئوية بعد ساكس بيكو. ولكن البعض يعني يدخلون في نظرية المؤامرة بأن حتى ما حدث من حراك شعبي وثوري لا يخلو من نظرية المؤامرة، ما رأيك؟ أولا، لا يوجد شيء علمي اسمه نظرية المؤامرة. هناك مؤامرة، نعم، مؤامرات، نعم، مؤامرات، أما نظرية مؤامرة لا يوجد شيء علمي بهذا الشكل. نعم، لا يوجد شيء علمي، هو تسويق هيك إعلامي أكثر منه علمي. هذا من جهة. أربك منظومة دولية الحاكمة الآن، نعم، أربكها وأربكها جدا، بدليل أنها الآن ككتلة دولية حاكمة مهيمنة والممثلة أساسا في الخمسة الموجودين في مجلس الأمن اللي عندهم حق، يعني خمسة يقررون مصير العالم، يحيى أو يموت. هؤلاء انتهت رؤيتهم الاستراتيجية، انكفأوا على استراتيجيتهم الداخلية، يعني ككتلة خرجوا من الاستراتيجية للتكتيك، انتهى أمرهم. كدول، نعم، بقت لهم الآن استراتيجيات، وهذا دليل سقوط وحدة يعني دولية. هذا النظام القائم بعد الحرب العالمية الآن بدأ ينهار. نعم، أحسنت. لكن دعني أسأل سؤال حتى يتضح عند المشاهد الكريم، بسيط جدا. الغرب أنتج فكرة قاد بها العالم اللي هي الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وكذا، وأسس هذا النظام أمم متحدة مجلس الأمن، سيطر عليه، سيطر. نعم، تمام. نعم، لكن بالقوة، هو هي قيم المنتصر. تمام. طيب، ماذا لو الآن الشعوب المستضعفة الماضية نحو التغيير والشعوب العربية والإسلامية التي تقدم الآن دماء أكثر من غيرها من الشعوب؟ نعم، باعتبار أنها تملك مقومات النهضة. نعم، تمام. ماذا لو أنتجت فكرة حية تستطيع أن تقود بها العالم 200 سنة القادمة؟ كيف مثلا؟ مثل ما هم أنتجوا فكرة الديمقراطية. نعم، إحنا نستطيع إذا جمعنا عقولنا. هم كيف أنتجوا فكرة الديمقراطية؟ يا أخي، مو جلسات بعد جلسات، اتفاقات، معاهدات، يعني حوالي 120 سنة وهم يجلسون يفكرون، فكروا على على الحكم، فكروا على المسألة الشرقية، فكروا على المسألة اليهودية، فكروا على مسألة الشرق، فكروا على الثروات، فكروا على كذا، فكروا انتقال الثروة من الشرق إلى الغرب ثم من الغرب إلى الشرق، فكروا، أنتجوا أفكار. ما، كيف عبروا بهذه الأفكار؟ صنعوا القوة ثم عبروا بالقيم حتى يسوقوها للمنهزمين. نعم، طيب، سوقوا الفكرة، استطاعوا وقادوهم بالفكرة، قادونا بالديمقراطية، قادونا بالقوة، قادونا بالهيمنة، لا بأس، المهم قادونا 200 سنة. نعم، ماذا لو احنا ايضا استطعنا ان نجمع كل عقولنا الممتدة ديمغرافيا وجغرافيا وحضاريا وعندنا ثقل، اذرنا العالم قبل ذلك، ماذا كنا؟ نعم، واستطعنا ان ننتج هوية جديدة وافكار جديدة تؤمن لنا قيادة العالم، لماذا هم استطاعوا ونحن نستطيع ونحن لا نستطيع؟ نعم، يعني هل فعلا الآن الإنسان العربي لابد أن يفكر بهذه الطريقة؟ نعم، هل أنا عاجز أن أنتج فكرة قائدة؟ طبعا لا، أكيد لا، نستطيع أن ننتج، نستطيع أن ننتج فكرة. فهذا هو الخوف. نعم، أن ننتج هذا الحراك، الثورة العربية، هذا الحراك حتى توجه نحو التغيير، نحو الديمقراطية، نحو الحرية، نحو، المهم، التوجه نحو التغيير. نعم، نحو فرض الذات، نريد أن نحكم أنفسنا، نقرر مصيرنا. نعم، أن نشارك في صناعة العالم الجديد. طيب، نعم، هنا الخوف، هنا الهاجس. نعم، هم يعرفون أنهم مضوا حول من هذه الطريق واستطاعوا أن يحكموا 200 سنة. نعم، فماذا لو استطعنا نحن أن ننتج فكرة قائدة؟ نعم، ثم ننتج مشاريع قائدة، ثم ننتج سلطة قوية، ثم ننتج نموذج حكم قائد. هنا الكابوس عندهم. نعم، ولا يسمحون به أبدا، لا يسمحون به أبدا. من أجل ذلك يعني الآن الواقع حقيقة صعب، يعني الآن الديمقراطية تصطدم بسلم الأولويات لدى المواطن العربي البسيط، الباحث عن الاستقرار، الباحث عن لقمة العيش. كيف يمكن أن يفكر بهذه الديمقراطية قبل أن يعني يحقق هذه الأولوية لديه؟ الآن المواطن العربي أغلبه إما مهجر، إما تحت القصف في العراق وسوريا وغيره واليمن، إما يبحث عن لقمة العيش. كيف يعني يحقق هذه الأولويات أولا ليستقر
اجتماعيا وسياسيا، ثم بعد ذلك ممكن أن يسعى إلى أن يفكر بالديمقراطية، أليس كذلك؟ أعتقد أنه الحاكلة الديمقراطية تتأكد هنا باعتبار أن كل هذه المشكلات نتيجة لغياب الديمقراطية. نعم. ولهذا الشعب العربي انطلق في ثورة الربيع العربية، لأنه يشعر أن جذر المشكلة هي في هذه الأنظمة الاستبدادية التي تحتكر الثروة والسلطة، وتنشئ أيضا نظام قمعي يلغي تماما حقوق الشعوب ولا يحترم حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وبالتالي هنا قلنا ثقافة سائدة في العالم كله تسري فيها الديمقراطية ونظم الديمقراطية الراسخة في هذه البلدان، باستثناء المنطقة العربية تعيش خلسة عن هذا العالم في نظام قمعي ديكتاتوري. هذا المناخ دخل المنطقة العربية فولد هذه الثورات، وبالتالي نحن أمام صيرورة تاريخية وأمام مرحلة مفصلية لا يمكن أبدا التسليم لهذه الأنظمة القمعية، لأن الإنسان العربي أدرك أن كل مشاكله وراء هذه الأنظمة الاستبدادية القمعية الدكتاتوريات، وبالتالي المخرج هي الديمقراطية والسير والنضال في الطريق أيضا ترسيخ الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية. تعتقد أن كل هناك الأزمات وعي لما تقوله الآن؟ يعني هناك وعي من المواطن العربي لما تقوله؟ الوعي الخلق أعتقد. نعم. أن الثورات العربية كانت ترجمة لهذه الممارسات الديمقراطية، حتى أن الربيع العربي الذي استمر لشهور طويلة بعضها سنوات أيضا جسد هذا السلوك الديمقراطي في أيضا مسيرته، وبالتالي وأيضا في الانتخابات التي نتج عنها. وبالتالي هنا وجه الفزع، أنه استطاعت الشعوب العربية فعلا أن تجسد وتستوعب هذا الفكر وهذه الثقافة وتجسدها أيضا في سلوكيات، وتسير أيضا في ترجمتها عن طريق أيضا انتخابات والتعامل التعايش الكبير الذي حصل والتمازج. واعتقد انه الربيع العربي ليس مشروعا للحكم، وايضا كان ايضا الربيع العربي متجاوزا للايديولوجيات وللاحزاب، وبالتالي هنا الفكره انه استطاع ايضا ان يدمج كل هذه المطالب الاجتماعيه وايضا الممارسات الديمقراطيه في هذه المسيره. التدخل الغرب كما ذكرنا قبل قليل، التدخل الغرب في هذه الثورات وكان يعني بما يسمى بنظريه المؤامره كان مشاركا فيها؟ بلا شك سيدي، المنطقة العربية هي يعني منطقة مهمة جدا للغرب، لأنها منطقة الثروات، منطقة ترتبط أيضا بعلاقات دينية وجغرافية مع العالم الثالث، وبالتالي إذا تحررت هذه المنطقة فسينعكس هذا أيضا على العالم الثالث بما أيضا يحدث كسادا كبيرا لدى الغرب. أيضا المنطقة العربية تمتلك مقومات كما ذكر أخي، مقومات دينية، فكل الأديان اليهودية مثلا والمسيحية والإسلامية المقدسات الإسلامية في المنطقة العربية، كل المؤمنين في العالم تهفو قلوبهم إلى الشرق. أيضا هناك مناخ يعني متوسط وبارد ومعتدل يكفل يعني زراعة كل المنتجات في المنطقة العربية. هناك ثروات، هناك دين، أيضا هناك شعب متجانس، هناك أيضا موقع استراتيجي، هناك أيضا طموح أيضا يعني في أن نكون تفاجأ بهذه الثورات. لنا في الغرب تفاجأ بهذه الثورات وحاول أن يسايرها، أم هو خطط منذ البداية لها؟ أعتقد أن الثورات هي نتيجة طبيعية قلنا لاكتساح هذه المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية. نعم. والحقوق والحريات للمنطقة العربية، لأن قلنا المنطقة العربية تعيش خلسة في نظام ديمقراطوري قمعي بعيد تماما عن البيئة الدولية التي تعيش مناخ آخر مغاير، وبالتالي دخلت هذه الأفكار وكان هناك نضال تراكمي حقيقة خلال فترات طويلة استطاعت أن تفجر هذه الثورات الربيع الربيع العربي، والتي هي تفرض الآن هذا الخيار التغيير. نعم. وبالتالي أعتقد أنه الصراع هنا ما بين هذه التطلعات التي ناضل لأجل الشعب العربي وهو يدفع الآن الثمن، وما بين أنظمة تريد أن تنتج نفسها من جديد وتفرض نفسها وبدعم إقليمي ودولي اللي أيضا تبقى قدرا على رؤوس الشعب، وهنا المعركة. وأعتقد أن الشعوب أنها ستنتصر لأنها الآن هي تخوض المعركة وهي التي تدفع الثمن وهي التي تواجه هذه الأنظمة الديكتاتورية. نعم. بدأ سيد رضا التحرر الفكري لدى الشباب العربي، بدأ نلاحظه جليا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، في عند النخب الثقافية والاجتماعية، حتى عند بعض وسائل الإعلام بدأ يطرح الشباب فكرة تداول السلطة، فكرة تجسيد هذه الديمقراطية والخلاص من هذا الواقع المؤلم. يعني هناك يعني وعي فعلا شعبي نلاحظه عند الشباب يحلم بأن يجسد هذه الظاهرة الصحية. نعم هذا صحيح، وأقول أكثر من ذلك، الأمر ليس فقط متعلق بشبكة التواصل الاجتماعي أو العالم الافتراضي، لا على الأرض.
في اليمن، في سوريا، في العراق، هناك وعي رائع في إدارة المناطق الأهلية والمجالس المحلية خارج أطر النظام. لأول مرة أصبح الإنسان العربي يدير نفسه بنفسه. هذه مكسب كبير جدا. أي واحد تعرف على السلاح، حمل في أيديه السلاح، هذا مكسب خطير جدا. يعني لأول مرة الشعوب العربية بعد 800 سنة استطاعت أن تسترجع وتتعامل مع السلاح. الأمر الآخر، حتى درجة الوعي عند ترتيب أمورهم الداخلية في إدارة قرية أو إدارة قناة أو إدارة أي مركب سياحي اقتصادي مالي، فيضعون لوائح تنظيمية من بينها يحرصون ألا يكون هناك استبداد. نحن قاومنا الاستبداد، فكيف ننتج؟ نحن ننشئ الاستبداد. فينتجون لوائح تنظيمية ضابطة وقيم حاكمة وكذا وكذا وقوانين داخلية حتى يقودونها نحو بر الخلاص. فأنت الآن نحن نلاحظ أنه الإنسان العربي أصبح يعيش حالة اليأس والإحباط الإيجابي. هي يأس وإحباط لكنه مطلوب في حد ذاته. يأس من كل السقوف للمدارس التقليدية، أصبحت لا تستجيب ولا تعطيه أجوبة على الأسئلة الكبرى نحو المراحل المستقبلية القادمة، فيأس منها. لذلك بدأ على الأقل يعبر عن نفسه في هذه الفضاء. نحن الآن صعب، من الصعب أن يعني أن تحاول إخفاء ما يحدث في ظل هذا العالم الذي نعيشه. أحسنت. الافتراضي. نعم. هذا يأس وإحباط من السقوف التقليدية. يأس وإحباط واليأس الكامل من النظم الاستبدادية، يأس الكامل من الدول الإقليمية، يأس كامل من الشرعية الدولية. أنها الشرعية مع المستبد وليس مع الشعوب. يعني يختاروا رئيس وإذا بهم يدخلوه السجن، يختاروا رئيس وإذا بيسووا عليه انقلاب كما في تركيا، يختاروا رئيس وإذا بهم يعني يغتالوه. الشاهد أن اليأس من كل هذه السقوف هو يأس إيجابي يولد تفعيل العقول وإعمال كل الأفكار والمشاريع لإنتاج منظومة جديدة، قيم جديدة تؤمن العبور الآمن للجيل الجديد الذي أنتجته الثورة التغييرية. فنحن في الطريق الصحيح، نحن سنعيش حالة الاستقرار ربما جيل أو جيلين. هذا أمر صحي طبيعي جدا، سنقدم فيه تضحيات عظام، لكن في النهاية سنؤمن الجيل القادم أنه لا يعيش فترة وحقبة العبودية التي عاشها آباؤنا وأجدادنا. من هنا يعني دكتور عادل، كيف يمكن للشباب العربي أن يصل إلى مبتغاه في ترسيخ هذه التعددية السياسية وتداول السلطة على أساس ديمقراطي حتى نصل إلى ما سنحققه في الجيل المقبل ربما أو الجيل الذي بعده؟ أعتقد أنه أهم القضايا التي الآن تجابها الشعوب العربية وخاصة البلدان التي يعني انطلقت فيها ثورات الربيع العربي وهي إزالة هذه الأنظمة القمعية التي تفرض هذا الثقافة وهذا ثقافة الاستبداد على الواقع الشعب العربي. وهذه أيضا إذا نجحنا في إزالة هذه الثقافة وإرساء أيضا السلوك الديمقراطي، أعتقد أنه إذن ستكون نموذجا لبقية الشعوب العربية. أعتقد أنه هناك صراع محتدم ما بين هذه التطلعات. نحن مثلا في اليمن كانت هناك ثورة دفعنا أثمان باهظة واستطعنا أن ننجح أيضا في صياغة دستور من خلال حوار كبير استمر لعام، جمعنا فيه كل فرقاء الشعب اليمني والأحزاب، وبالتالي أنتجنا مسودة للمستقبل. فانقضوا على يد انقلاب أيضا ضمن مزاج إقليمي ودولي غير مرحب لهذه الثقافة الجديدة التي بدأت ثقافة التغيير وإرساء أيضا معالم الدولة الديمقراطية في اليمن. وبالتالي نحن نشهد الآن صراع ما بين الشعوب التي تدافع عن هذه التطلعات، الشعب اليمني قصدي، وما بين هذه النظام القديم الذي أيضا يحاول أن يلغي هذه التطلعات. والصراع محتدم، وأعتقد المستقبل لنا. نحن نسير في الطريق الصحيح. أيضا القضية الأساسية هي في إزالة هذه العوائق التي تحاول أيضا أن تضع نفسها في طريق التغيير، ونحن نسير في هذا الطريق في إزالة هذه العقبات التي تنصب نفسها في طريق التغيير. هذا جانب مهم. الجانب أيضا ونحن نسير أيضا نكرس أيضا هذا السلوك الديمقراطي وهذه الممارسات في إطار الأحزاب والمنظمات المدنية كما ذكر، وفي إدارة أيضا القرى والمدن التي تقع وتخضع تحت المناطق الأحزاب والشعوب التي تدورها حقيقة بشكل عفوي. لكن هناك تدخل لتفجير أيضا الصراعات المذهبية والطائفية وإنتاج أيضا دوامة من والتركيز على هذه المنطقة، منطقة الشرق
الأوسط خصوصا الدول العربية، يعني حتى عندما ننظر إلى ما حولنا من دول اصطلح على تسميتها بنامية، حتى هذه الدول بدأت تتحول من إلى نظام تداول السلطة والانتخاب، وأصبحت لديها دول ديمقراطية، وبعضها تخطى حاجز الدول النامية وأصبح من الدول الصناعية. فلماذا يشذ العرب عن هذه القاعدة الموجودة في العالم؟ نعم، لأن عندنا حقيقة على الأرض أنه بعد الثورات العربية وتوحش الثورة المضادة، اكتشفنا أن النظم الاستبدادية والثورة المضادة هي آليات معتمدة لدى النظام الدولي وتقود بها بالهيمنة قيادة بالقوة. فإذا به الإنسان العربي والمسلم والمستضعف وجد نفسه منكشف أمام أي شيء اسمه قيادة، منكشف أمام القيادة الفكرية، منكشف أمام القيادة السياسية، أمام القيادة الحركية، فاضطر أنه وهو يقدم التضحيات أن ينتج قيادة ميدانية، أن ينتج قيادات جديدة من خضم هذه الأزمة. هذا مكتسب رائع، هذا مكتسب تاريخي، نتائجه سوف تراه الأجيال القادمة وسوف تتكلم عنه من تاريخ الزاخر. هذه واحدة. الشيء الآخر اللي هو مهم جدا، أنه كل السقوف التقليدية سوف تنهار، النظم سوف تنهار، الجماعات سوف تنهار، الجماعات السياسية سوف تنهار، الجماعات الجهادية سوف تنهار، سوف تنهار مرحلة الفصائلية عاجلا أو آجلا. سيبقى الآن الشعوب تتمخض لكي تنتج طريقة جديدة للحياة والتعايش من قبول الآخر، من المحاولة إلى العبور نحو تخفيض الكلفة، نحو تقسيم وتوزيع الثروة، نحو إدارة السلطة، نحو التداول على السلطة. ليس لهم خيار إلا ذلك، لكن سنمر على مرحلة طحن، سنمر على مرحلة عدم استقرار. هذه مرحلة هذه طبيعية، طبيعية لكن طبيعية، لكن سوف تنتج معها من خضمها أفكار، مفكرين، ناس يفهمون، يستشرفون المستقبل، يفهمون ما يقع، يقولون أيها الناس ها هي اللعبة الدولية، ها هي اللعبة الأقليمية، هذا هو المنوط بنا، الطريق ها هنا، هذه هي الطرق. ثم يأتي ناس ميدانيين يتعاملون مع هذه الأفكار، مع هذه التوجيهات، لكي يسوسوا مناطقهم، يسوسوا شعوبهم، ويسوسوا المرحلة، مرحلة الأزمة، وينتقلون تدريجيا من إدارة الأزمة إلى الإدارة بالأزمة إلى الإدارة الاستراتيجية. وهذا يحتاج وقت، ونحن متجهين نحوها. إذن نحن متجهين نحو هذه الفكرة، ولم يفقد الشباب العربي ثقته بالديمقراطية كآلية حكم مستقبلية. هل تتفق مع مقال؟ شك سيدي، هذا يعني هذه ثقافة الآن وظاهرة صارت هي الطاغية والمهيمنة على التفكير العربي، لأنه لا طريق آخر. الطريق الآخر هو الاستبداد والديكتاتورية التي عانينا منها ردحا طويلا من الزمان، ولا زالت تفرض نفسها أيضا على الواقع العربي. النموذج الآخر أيضا الذي نقل العالم إلى هذا الازدهار وهذا الجو، الأجواء المختلفة في العالم كله الآن، أيضا نموذج لدى المجتمع، لدى الشعوب العربية، يرى ويسمع ما يحصل في العالم، وبالتالي يقارن ما يحصل من بؤس وشقاء وقمع في بلدانه. وبالتالي أعتقد أنه هذه يعني مسألة مسلمة لا نقاش حولها. النضال بشكل مختلف، يعني بأشكال مختلفة ومستويات متعددة، سواء صراع أو حروب كما تحصل في بلدان الربيع العربي، أو أنماط أخرى مختلفة في بلدان لم تشهد ثورات، وبالتالي لكن تشهد أيضا نضال من أجل السير في هذا الطريق. أعتقد والأنظمة الاستبدادة تشعر بأنها الزائلة وأنها يعني تسير إلى فناء وإلى نيار، ولهذا يتدخل الغرب الآن في فرض الانقلابات. هو يدرك أيضا أن الأمور ستسير إلى والشعوب تزحف نحو الديمقراطية، لكنه يريد إعاقتها مرحليا عن طريق فرض هذه الانقلابات حتى يفكر في بدائل، وأيضا يفكر صراعات مذهبية وينتج وينشئ أيضا صراع آخر مختلف عن هذه المطالب، الصراع الطائفي وتطهيف المجتمع العربي بغرض أيضا حرف بوصلة الصراع باتجاه هذه الصراعات الطائفية والمناطقية والعرقية وغيرها، بدعم وتمويل وتخطيط من الغرب. هو يشعر بقلق كبير بأن الشعوب العربية مضت وهي تدفع وتتأكد هذا المضي من خلال هذه التضحيات التي تدفعها
والإصرار والعزم على المضي نحو المستقبل. وبالتالي هي نجحت في كسر هذه الأنظمة وتسير أيضا في استكمال طريقها، وأعتقد أنها ستفرض أيضا رؤاها في مسألة الممارسات الديمقراطية وفرض هذا النظام الذي هو الآن حاجة للشعوب العربية، حاجة للإجابة على المشاكل، تفاقم الأوضاع الاقتصادية المزرية، حاجة للإجابة على القمع، على الاستبداد، على الدكتاتوريات، على الأمن، على الاستقرار. كل هذه الحريات أيضا تنشأ في ظل مناخ ديمقراطي، وبالتالي الحل هو في إيجاد هذا النظام الديمقراطي لتنشأ كل هذه الحريات وكل هذه المناخات وتزدهر أيضا المنطقة العربية. وبالتالي هو يرى تماما ما رآه العالم من هذا الازدهار الذي أيضا كان نتاج هذا التحول الديمقراطي. وبالتالي اعتقد أنه الطريق مفتوح الآن، والشعوب العربية هرولت وهي تسير بعزم في اتجاه أيضا الوصول إلى التحول الديمقراطي. في آخر دقيقة سيد رضا، ربما العالم الآن يشهد حربا باردة، والبعض يتوقع بأنه لابد أن تكون نتيجة هذا الصراع والتجاذب لابد أن تكون هناك حربا عالمية ثالثة بين القوى الكبرى أو معسكرين متكون من دول. كيف سيؤثر هذا إن حدث على مستقبل ما نتحدث عنه من التطلع العربي للديمقراطية؟ شوف أخي الكريم، بعد كل حدث دولي، حرب دولية، ينتج نظام دولي جديد. الحرب الأولى أنتجت عصبة الأمم، الحرب الثانية أنتجت الثنائية القطبية، نهاية الإمبراطوريات، نهاية القطبية. إذا اتجهنا، والإرهاصات تقول هكذا والدراسات تقول، إلى حرب عالمية أخرى، والحقيقة نحن نعيشها، يعني نعيشها هي فوق رؤوسنا، يعني هي أصلا حرب عالمية فوق رؤوسنا. لو تسأل إنسان سوري تقول له أنت ضد النظام الأسد، يقول لك والله أنا ضد العالم يا أخي، فهو يعيش حرب عالمية فوق رؤوسه. لكن إذا تصارع الكبار فيما بينهم، لم تكفيهم، والآن نراهم أنهم يتفككون لأول مرة، هناك شق وشرخ تاريخي بين الأمم الصليبية الثلاثة الحاكمة في مجلس الأمن، وبين الأمة الشركية، بين الأرثوذكس والكاثوليك البروتستانت، وبين الصين مثلا التي تمثل الأمة الشركية واعطوها منصب في مجلس الأمن. لأول مرة يقع الشرق في أوكرانيا والشرق في كوريا الشمالية، هذا ممكن في حلقة أخرى. لكن ما أريد أن أقوله أنها هي الفرصة السانحة للشعوب العربية والإسلامية أن تشكل رؤية قائدة وأن تفرض نفسها في موازين القوى الدولية الجديدة، لأن العالم سوف يتحول من أحد القطبية ذاهب إلى شيئين اثنين لا ثالث لهما، إما إلى عالم متعدد الأقطاب أو إلى عالم لا قطبي لا يستطيع أي قطب أن يتشكل. وفي كل الحالتين هذا شرخ استراتيجي تاريخي نستطيع أن نمر من خلاله لنثبت وجودنا. وكل العقول العربية والإسلامية والمستضعفين في الأرض مدعوة لتشكيل هذه الرؤية. شكرا جزيلا لك سيد رضا ودراع الباحث السياسي الجزائري، وكذلك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية. شكرا لكم، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء جديد. إلى اللقاء.